بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا هذا الكريم، مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وتغطية خاصة لنهاية بطولة الشهيد حسون فرج المقامة في ملعب الكابتن مصطفى رزاق. نلتقي بالكابتن حسن السراي والنجم الكبير مرتضى شايع. كابتن حسن، كلمة لهذا الافتتاح وللفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإدارة الإعلامية، الكابتن فراس والكابتن نهاد والكابتن جليل التميمي على وصولهم في منطقتنا الحبيبة. نعم. والله اليوم نهائي إن شاء الله بين فريق شباب الأنصار وفريق التماسيح. نعم. إن شاء الله نهائي يليق باسم الشهيد وباسم منطقتنا إن شاء الله. كابتن، اليوم مواجهة يعني كبيرة بين تماسيح البسماية وفريق الأنصار اللي مدعوم دعم جماهيري كبير، كلمة للفريقين. والله فريق التماسيح فريق يعني إلى جمهور ولا لواعيب ولا نجومه، والأنصار كذلك هم يعني عناصر شبابية يمتلكون اللاعبين المهارين واللاعبين الجيدين. إن شاء الله يكون النهائي يعني ممتع إن شاء الله بين الفريقين. نعم كابتن حسن، مؤخرا سمعنا هناك تحديد المركز الثالث. إن شاء الله إن شاء الله، بس بعد يعني تواصل مع بغداد جديدة إن شاء الله ويصير تحديد. أعتقد فريقكم نعم تأميم وتأميم وكابتن عريب إن شاء الله. نعم كابتن، احنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق. اشكرك كابتن، اشكرك. اذا جمهور الرياضة الكريم، معنا الكابتن الكبير مرتضى شايع. كابتن، كلمة لهذه الشخصيات الرياضية ولهذا النهائي الكبير في منطقة التأميم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكرك على هذا اللقاء واشكركم على حضوركم في ملعب مصطفى رزاق. طبعا نهائي كبير وبطولة مميزة، بطولة تمتلك 32 فريق ومن ابرز الفرق من بغداد وقرية عشرة. نعم. وفريق التماسيح مثل قرية عشرة وفريق شباب الانصار مثل التأميم. طبعا الشخصيات جاي يحضرون لجنة التأميم واخوان الشهيد حسون فرج. نعم. وان شاء الله تكون مباراة جميلة يعني تليق بسمعة الفريقين ان شاء الله. كابتن، شو ترجح اليوم كونك انت نجم رياضي كبير؟ اكيد اليوم الفريقين فريقين كبار، فريقين لهم اسم كبير، التماسيح قرية عشرة والانصار. طبعا فريق الانصار اكيد يعني يلعب بارضه وجمهوره. نعم نعم. طبعا فريق التماسيح فريق تاريخ وله سمحته وجمهوره بقرية عشرة وعنده عناصر خبره وعناصر شابه. نعم. اما فريق شباب الانصار عامل ارض والجمهور والجمهور كله معاه، وفريق شباب وطموح واخير بطولة قبل اسبوع تقريبا حصلها ملعب التأميم الكبير وإلى طموح وجاي يعني 100% ان شاء الله. كابتن، توقعاتك؟ والله ان شاء الله صعب التوقع، لكن والله صعب التوقع، بس ان شاء الله يعني فوز الانصار. نعم كابتن، نشكرك. اشكرك كابتن، اشكرك. جمهورنا هذا الكريم، ناخذ كلمة لرئيس اللجنة الرياضية في منطقة التأميم الكابتن حيدر الكناني. كابتن، اليوم تشهد منطقة التأميم وبالتحديد ملعب الكابتن مصطفى رزاق نهاية كبير بين تماسيح البسماية وفريق الأنصار، كلمة لهذا النهاية الكبير وللشهيد حسون فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللقاء نرحب بكم. نعم. ونرحب بفريق التماسيح اللي هو في ملعبه صراحة. أكيد طبعا. لأنه ماكو فرق بين فرقنا قرية عشرة وفرق التأميم. هذه البطولة أقمناها على روح المرحوم الشهيد حسون فرج. نعم. نتمنى من الفريقين إن شاء الله، قلنا احنا في بداية الكلام ماكو فرق سواء فريق الأنصار أو فريق التماسيح. نعم. لكن نتمنى أن تكون المباراة بمستوى الحدث. الحدث اللي جمع أكثر من 32 فريق من مختلف المناطق ومستويات رائعة. نتمنى نكون النهائي مسكها نهائي رائع. نتمنى الفريقين الفوز للطرفين إن شاء الله، وماكو خسران إن شاء الله. زين كابتن، ممكن تعطيني توقعاتك للمباراة وإلمن تميل الكفة الشوط الأول؟ صراحة المستويات اللي نعرفها الكفة تميل للتماسيح باعتبار فريق التماسيح فريق صاحب بطولات، فريق خبرة، بينما فريق الأنصار صحيح هو فريق إنجاز صحيح عنده، لكن يتمتع فريق شبابي يفتقد إلى روح الخبرة. كابتن، مدعوم اليوم أرض الجمهور. مع ذلك فريق التماسيح إلى الأفضلية، ونتمنى إحنا للطرفين التوفيق. طبعا كابتن، احنا نشكرك الشكر الجزيل، إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للطرفين. أقدم شكري وتقديري لمجهوداتكم الرائعة طول هذه الفترة من البطولة اللي شهدت تغطية مستمرة من قبلكم. شكرنا وتقديرنا لكم. شكرا جزيلا كابتن. شكرا. إذن جمهورنا الرياضي الكريم، ابقوا معنا مع فقرة توقعات جمهورنا الرياضي الكريم، نتواصل معكم لتغطية نهاية بطولة الشهيد حسون وفرج. الآن ناخذ توقعات وفد فريق التماسيح المتواجد مع الفريق. معنا الليث الأبيض. كابتن، توقعاتك لهذه المباراة؟ حبيبي كابتن نهاد، تحية لك والدارة الإعلامية في قرية عشرة. نعم. إن شاء الله 2-1 للتماسيح. 2-1. أيضا معنا كابتن وليد، كابتن فريق الصقور.
عيني كابتن. والله هي المواجهة صعبة بس أتوقع إن شاء الله الكلمة للتماسيح إن نعم. شاء الله. نعم. مدير ملعب الخنساء توقعات الكابتن. أيوة عباس، والله إن شاء الله الشوط الأول التماسيحين هنا واثنين صفر للتماسيح بإذن الله ماخذين الكأس راجع. نعم. جمال صالح مدرب الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك لحضور مباراة نهاية التماسيح والأنصار وإن شاء الله التماسيح جاهزة 3-0 إن شاء الله. نعم. توقعاتك صافي حبيبي النجم الكبير صافي. الشوط الأول 1-0 للتماسيح إن شاء الله. نعم. كابتن توقعاتك؟ إن شاء الله 2-0. نعم. توقعاتك حسن وأنت لاعب؟ إن شاء الله التماسيح إن شاء الله. توقعاتك كاظم؟ توقعاتك؟ إن شاء الله فوز التماسيح. شكرا كريم، نتواصل معكم مع توقعات الجماهير. كابتن السلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن. توقعاتك الانصار للتماسيح؟ الانصار طبعا. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للانصار. 2-1. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله الانصار. توقعاتك كابتن؟ والله كابتن لعبه صعبه. نعم. الفريق صعب. صعب. نتيجه صعبه ما اقدر اتكلم نتيجه. توقعاتك حبيبي الانصار للتماسيح؟ الانصار. اه طبعا انت من التاميم. توقعاتك حبيبي؟ والله كابتن اللعبه صعبه، تدري ايش مره شفتها من يقالون يقفلون استاذ 2-1 للانصار. توقعاتك حبيبي؟ 1 كل بالجزات للانصار. يعني نتيجه تعادل؟ ايه للانصار. نعم. شباب السلام عليكم. سلام عيون الكابتن. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للانصار ان شاء الله. نعم. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله للانصار. نعم. توقعاتك حبيبي؟ والله كابتن المباراة بعدها ما بادية، ويعني تعرف ما جاي نشوف اللعبة، وباكو بعد شوط أول وشوط ثاني، وإن شاء الله إحنا أكيد المنطقة والجمهور كله يتمنى الفوز الشباب الأنصار، وإن شاء الله فوز الأنصار، ما أعطيك نتيجة. نعم. شوط ثاني وإن شاء الله. اليوم جهوزية فريق الأنصار اللي مدعوم أرضا وجمهورا. كابتن الانصار شباب الانصار يلعب حاليا بارضه وجمهوره، فاكيد محفز اللواعب والحافز الاكثر الشباب الانصار. يعني ممكن يعني هاي المباراه تكون صعبه، ممكن الجمهور ياثر عليه، ياثر له يطالب بالفوز اليوم. اليوم يطالب بالفوز، الجمهور ياثر ايجابيا مو سلبيا ان شاء الله اليوم شباب الانصار. نعم. جمهور الرياض الكريم، نتواصل معكم مع مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية. أهلا وسهلا بكم مع فقرة توقعات الجماهير. طبعا جهة اليمين على في ملعب توقعات جماهير فريق التاميم. كابتن توقعاتك لهذه المباراة؟ على الغربة. على الغربة. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 على الغربة. نعم. توقعاتك حبيبي؟ تعادل جزاءات. بعدين؟ تماسيح. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 على الغربة. 1-0 على الغربة. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 على الغربة. نعم. توقعاتك حبيبي؟ والله فريق على الغربة أحسن فريق. نعم. توقعاتك حبيبي؟ أتمنى لهم الفوز لجميع العراقيين إن شاء الله. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0 على الغربة. نعم. توقعاتك حبيبي؟ والله احنا مشجعين التاميم على الغربة ان شاء الله الفوز له 1-2. نعم. توقعاتك حبيبي؟ التماسيح ان شاء الله 2-0. التماسيح 2-0؟ زين ايش عجب انت من التاميم يشجع التماسيح؟ هذا مو من التاميم. مو من التاميم. زين ليش تشجع التماسيح؟ فريق قوي. نعم احسنت. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله 2-0 للانصار والتماسيح فريق قوي. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله 2-1. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 ان شاء الله الانصار. نعم. توقعاتك حبيبي؟ ان شاء الله الفريق الانصار. توقعاتك عمري؟ 2-1 للتماسيح. 2-1 للتماسيح. نعم. تماسيح ليش؟ فريق يعني يطي اداه حلو. انت من التاميم؟ لا منه. بيتكم هنا بالتاميم؟ اي. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 3-1 للتماسيح. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للانصار. نعم. توقعاتك كيف؟ 1-0 للانصار. توقعاتك؟ 2-1 بالجزاء للانصار. توقعاتك؟ 2-1. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 على الغربة. نعم. توقعاتك كابتن؟ 2-1 على الغربة. 2-1؟ نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 على الغربة. نعم. جمهور الرياض الكريم، توقعات جماهيرية لفريق التاميم تشير الى فريق الانصار. ابقوا معنا وتوقعات جماهير. نتواصل معكم مع فقره توقعات الجماهير، معنا الكابتن حسين كريم مدرب قري 10. كابتن توقعاتك لهذه المباراه الكبيره؟ حبيبي كابتن ان شاء الله فوز التماسيح. نعم. نتيجه 2-0 وان شاء الله الكاس اليوم بقري 10 ان شاء الله. نعم. حارس الاشباح انور شاكر. ان شاء الله كابتن فوز التماسيح، واتوقع 2-1 او بالجزاءات فوز التماسيح 2-1. نعم. توقعاتك كابتن؟ تماسيح 3-1. نعم. توقعاتك حبيبي؟ تماسيح. نتيجة كابتن؟ والله 2-0. نعم. معنا سيف سعد الشقيق الكابتن حردان. توقعاتك كابتن؟ 2-0 للتماسيح. نعم. توقعاتك كرار حبيبي؟ بالجزاء التماسيح. نعم. سجود حبيبي؟ 2-0 للتماسيح، يعني فريق أخي.
ايضا معنا النجم الكبير حردان سعد. كابتن حردان توقعاتك حبيبي؟ نعم. اللعبه رايحه للجزاءات وان شاء الله التماسيح يفوزون بحيل الله. نتيجه كابتن؟ نتيجه 0-0. يعني سلبيه. نعم. كابتن حردان توقعاتك حبيبي؟ بوفون بالجزاءات. جزاءات؟ أيه. نتيجه 0-0 1 كول يعني. سلبيه. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للتماسيح. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 1-0 للتماسيح وتوقيعها مسفيه. توقيعها مسفيه. نعم حبيبي. توقعاتك؟ 2-0 للتماسيح. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للانصار. الانصار؟ زين. هنا قري 10 يشير توقعات التماسيح، واكو بعض الجماهير من التاميم يشير للتماسيح، يعني ما يعتمدون على الامنيه. على هي بعد حظ، هي بعد حظ، هي كرة قدم بعد حظ. يعني انت هسه بالامنيه؟ اي بالامنيه. بالامنيه للانصار؟ اي. بس هي طافيه كابتن؟ لا كابتن مو طافي. نعم احسنت. توقعاتك حبيبي؟ 2-1 للانصار. شكرا حبيبي. أرجاك توقعاتك؟ جمهور الرياض الكريم مستمرين معكم مع فقرة توقعات الجمهور. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله النتيجة 2-0. لمن؟ العلاوة. نعم. الأنصار أو التماسيح؟ والله مباراة صعبة بس إن شاء الله الأنصار. 1-0. الأنصار أو التماسيح؟ إن شاء الله الأنصار. الأنصار أو التماسيح؟ كابتن إن شاء الله الأنصار. هاي بالأمنية. إن شاء الله الأنصار. هي لعبة قوية. نعم. لعبة قوية. نتيجة نتيجة كابتن. النتيجة إن شاء الله الأنصار. رأيك بالكابتن حسن السراي كمنظم؟ كابتن بطولة حلوة وتليق بالجماهير وتليق باسم الشهيد. نعم. هاي بالنسبة للبطولة. أنا سألتك رأيك بالكابتن حسن السراي كمنظم للبطولة؟ منظم جيد. نعم حسن. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله الأنصار 2-0. نعم. توقعاتك كابتن نزيل نرجيلة؟ إن شاء الله الأنصار 2-0. نعم. توقعاتك حبيبي؟ 2-0. جمهور الرياض الكريم الآن ابقوا معنا مع فقرة بين الشوطين بالتحليل مع الكابتن السيد رضا البخاتي وعادل كاكا. شكرا حبيبي. كابتن السيد رضا، كيف رأيتم الشوط الأول من هذه المباراة بين فريقي الأنصار والتماسح، وما هي النقاط الضعف والنقاط القوة التي سجلتموها؟ طبعا بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. الشوط الأول كان شوط بدني، افتقد للمهارة، جانب العنف أيضا كان موجود بالشوط. طبعا جانب القوة هو أكيد فريق التماسيح يمتاز بالقوة الدفاعية الصلبة بصراحة، فريق الأنصار يمتاز بالقوة الهجومية، يعني جانب القوة. الفرق بين الفريقين أعتقد هي منطقة المحطة أو الارتكاز، أنه كان فريق الأنصار متفوق أنه عنده محطة ارتكاز، بينما فريق التماسيح يتقدم بثلاثة بخط واحد ويرجعون نفس اللاعبين، ما راح يشكلون خطورة بهاي الطريقة بصراحة. وخاصة أنه الفريق اللي قدامك مو مثل أنه المباراة السابقة ضد علي شاع مفتوح، فريق علي شاع معروف، أنت الفريق اللي قدامك أيضا متكتل دفاعيا، فالمفروض تبحث عن البنود. فأنه اللي شفته أنه النقاط القوة هي هاي والنقاط الضعف، اعتقد انه ما بينت تكون نقاط ضعف بصراحه، لانه شفت الفريقين انه متكاتفين، يعني حقيقه ما انطوا اي نقطه ضعف عليهم اي حقيقه يعني. شكرا كابتن سيدرا. والان سؤالي للكبير صاحب الانجازات البطولات الكابتن علي شايع. كابتن علي، سؤالنا فقط، ماذا رايت في هجوم الفريقين؟ هذا السؤال لك الاجابه منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكرك كابتن جليل تميمي، وخلف الكواليس كابتن سفاح وفراس سبورت، والكباتن سيد رضا وكابتن عادل. تقريبا اللعبه متكافئه بين الطرفين، امتازت باللعب القوي شويه، وطبعا الفريقين لعب مهاجم واحد ومو صريح طبعا، يعني يرجع للنص. تعرف انت بعد الفريقين متحفظ بالشوط الاول. الشوط الثاني انا يعني كنتيجه اعطيها يعني تعادل. تعادل. سؤالنا للكبير الكابتن عادل كاكا، تقريبا نفس السؤال مغير فقط سيد رضا سؤال محد، نفس السؤال اللي موجه الكابتن عادل. رأيك باللمسة الهجومية للفريقين؟ بصراحة كابتن الفريقين هجوميا، يعني احنا شفنا مباراة اللعبة تقريبا جزئيات بسيطة، وهي السيطرة على منطقة الوسط، بس كخط هجوم اعتقد فريق الأنصار كان هجومه أخطر، بدليل انه أكثر من 3 فرص، واحدة من عندهم بالعارضة، وكرتين قدر يعني الحارس انه ينقذها. اعتقد الشوط الاول كانت الكفه تميل للانصار، لكن سوء الطالع هو اللي زين. كابتن عادل، ما لاحظت الرعونه والسرعه لدى مهاجمي الفريقين؟
صحيح كابتن، انت لو تلاحظ انه المهاجمين بالفريقين كلهم اعمارهم شباب صغار، يعني ما عندهم ذيك الخبره وخبره المباريات والبطولات، شباب صغار، فتعرف اللاعب انه من يكون مواجه للمرمى يحاول انه يسجل يفوز فريقه، فهي هاي الحاله اللي لو اكو لاعب خبره كان استغل هذه الفرصه. يعني اللمسه الاخيره تقدر تقول موجوده بالضبط كابتن، هو طالع بالضبط. العفو كابتن عادل، اجانا سؤال من قناه فراس سبورت الرياضيه من قناه نهاد السفاح، يقول يسال الكابتن عادل كاكا ليش انسحب فريق عربي من هذه البطوله؟ كابتن احنا كنا نعرف انه الحكم هو سيد الملعب. احسن دائما، يعني اذا تلاحظ المباراه اللي الناس المعين موجودين بالملعب انه المباراه كان خطا الفريق بغداد جديده، واللاعب اللي سبب الخطا حصل على انذار من قبل الحكم، فكلام الزايد انه انا خارج المنطقه وانت لين فريق منطقه، هذا الشيء يعني المفروض الفرق يشيله من بالها. انت جاي تلعب واكو حكم بالساحل، هو جاي يشوف المباراه، هو جاي يقود المباراه، ماكو داعي انه انت تتجاوز على الحكم اكثر من مره، واكو كلمات الحكم تجاوز عنها وما سمح، وانت مقدم 2-0 وحسب لك هدف، الملعب والفريق والناس اللي موجودين كل اعترض على هذا الهدف، والحكم ومن ضمن هو الفريق اللي سجل عليه الهدف من المنطقه ما تراجع عن قراره وحسب لك هدف، فماكو داعي انه انت تقول انه الحكم كان ضدي او ما اعرف شنو، فهي الحاله اللي انسحب بها فريق. يعني حاله العصبيه نقدر نقول؟ العصبيه، وانه فكر اللاعب انه هذا الحكم نازل ضدي او ما اعرف شنو، فهذا شيء مو صحيح. شكرا كابتن علي. اعزائي مشاهدي قناه نهاد السفاح الرياضي، كان على الاستديو التحليل معنا نجوم التميم الكبار الكابتن علي والكابتن سيد رضا والكابتن عادل. نحن قناه نهاد السفاح الرياضيه نوجه كلمه لكافه فرقنا الرياضيه ولشبابنا الرياضي، ارجو من كافة الفرق عندما ستستدعي إلى مباراة أو إلى بطولة أنه تلغى العصبية، لأنه مثل ما أكد كابتن عادل فريق بغداد جديدة، كابتن عربي كابتن كبير ومتألق دائما، ولديه لقاءات مع القنوات فراس سبورت ونهاد السفاح، وكان محترم، ولكن قرار الحكم هو سيد الساحة. فأرجو من كافة فرقنا الرياضية أن تجعل كلمة لحكم المباراة وأن يحترم هذا الرجل، هو جاي متفضل لا بشيء ولا أنه جاي لخدمة الفريقين. فأتمنى فرقنا الرياضية أن تحترم قرار الكابتن. شكرا لقناة نهاد السفاح الرياضية، والآن إلى أرضية الملعب.